كيفاش تراه المرحله هذه وشنو هو توعد جماهير نجم الرياضي الساحلي؟ والله اولا بارك الله فيك، يعطيك الصحه والله يبارك فيك. وتعرف معناها مسؤوليه ماهيش سهله، مسؤوليه صعيبه برشا. الحقيقه احنا بدينا الخدمه على توا عامين، بدينا مع بعضنا، فما بعض التغييرات في اعضاء الهيئه المديره، لكن هو نفس الروح ونفس الاسبري ونفس التوجه. اكيد خذينا الاتوال في 2012 في ظروف صعبه وصعبه للغايه. الحمد لله بتضافر برشا جهود، تضافر الناس كل، وضخ المال من رئيس النادي سي رضا شرف الدين اللي قدم الواحد يشكره شويه الحقيقه، وخدمه الرجال ووقفه الناس كل، والاتوال خرجت من بوذقه الخطر ومن منطقه الخطيره، والحمد لله بدات تتعافى بشويه بشويه. تبقينا المدة النيابية الجديدة هذه فيها برشا تحديات، فيها برشا معناها ديز اوبجيكتيف اللي يلزمنا قدرة ربي نحققها. الناس كل تعرف السنة هو عام التسعينية تاع الاتوال، عام معناها ستوندات بيتوال، عام رمزي 90 سنة. برشا حوايج تستنى فينا، برشا خدمة تستنى فينا على نفس الوتيرة ولا أكثر شوية. المهم نكونوا سوليدير، مهم تتف الناس كل حول الفريق باش بقدرة ربي الإتوال يرجع المدار الصحيح، يرجع لبلاصته ويرجع لشعاعه الوطني والقاري، وبقدرة ربي فما كان الخير. وان شاء الله يا ربي ليزوبجيكتيف اللي حطتها الهيئة المديرة الجديدة هذه في المدة النيابية هذه ان شاء الله تتحقق، واني متأكد انها بتضاف كل جهود ان شاء الله باش تتحقق.